شكرا لمن كان السبب في إخراج هذا المشروع الهائل والرائع. شكرا للسيد الوالي، للسيد العامل، كذلك للمجالس المنتخبة المتعاقبة وللمجلس الحالي المشكور الذي طبعا سيتفضل السيد الرئيس مشكورا بكلمة بالمناسبة. فليتفضل السيد رئيس المجلس الجماعي لإسكان السي أحمد أدرلق. هذا الملف لم يعد له أي قراءة غير قراءة واحدة، هي قراءة التنمية، هي قراءة الجانب الاجتماعي، هي قراءة الانفتاح على إفريقيا وأوروبا وكل المدن المغربية لكي يكون التاجر في مستوى هذه المعلمة الكبيرة التي نعتبر اليوم هذا السوق حدث تاريخي بامتياز للجماعة، للسيد العامل، لكل الأطر، للتجار، لنا جميع، للساكنة ديال المدينة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد رئيس جماعة إنزكان لتقديم شهادة وخنجر عربون وفاء، عربون الشهامة وعربون المحبة، عربون الشهامة المغربية الأصيلة وعربون المحبة من ساكنة عمالة إنزكان تبدون للسيد الوالي والجهة سوسمنسا سيد قائد الحامية العسكرية للجهة الجنوبية. شكرا لكل رجال الأمن الوطني الدرك الملكي والمساعدة. Thank you.